كذا وجرب وانسى على كيفك وبعد ولا تقرب كان عانى لطيفك بكرة تجي لحظات تذكرك فيا الروحة والآهات والروحة والجية بكرة تجي لحظات تذكرك فيا تتعنى بالآهات والروحة والجية حاول كذا وجرب حاول كذا وجرب حياكم الله معنا في حلقة جديدة بس قاعد أقرأ يعني ها؟ لا لا قاعد داخل تويتر على حساب طارق شو حقنا فقاعد أشوف ردود وكذا أشياء جميلة من زمان ما دخلت ما كان يعطوني اليوزر أعطوني اليوزر طول يومي مفتوح رت ودي أرد على الناس لكن مستحي حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج طارق شو شكرا لتواصلكم الدائم معنا شكرا على صبركم على وجهي ذا لكني قلت لكم ان شاء الله بس نخلص مسلسل نحلق ونضبط لان لاحظت في ناس اللي الان تقول ايش فيك مربي دقنك ليك وجهك احمر محترق من الشموس الخبر الاول سجن 8 حمير لمده 4 ايام يقول لك هذول يحكموا على حمير في السجن 8-4 ايام في الهند لانهم دعسوا على نباتات قيمتها تبلغ 60,000 روبية يعني 700 جنيه استرليني يعني 3500 ريال يدعسوا على ورد وذا لكن هل الحمار بيفهم انه كان في السجن؟ حطيته في مكان زين ايا كان وجبت له اكل مسجون 4 ايام على ذمة تحقيق يعني ما سأل الله ننود عليه معركات بعد ويجري مثل الحمار دعس على ورد ان شاء الله يتربى طلع الحمار ده ورد قال ورد قدام دعس ومشى بترتد السجن تعطي مؤبد ملبسين احمر قال الحمار ملبسين برتقالي وقاعد في الزاويه وثمانيه حمير يعني لو يلعبون بلوت خبر ثاني عروس تنقذ زوجها في شهر العسل بعد سقوطه في بركان انا ما ادري يعني شهر عسل ورايحين طبين في بركان يقول لك بركان خامل طب خذ طيب خذ مطعم عند نهر يشوفون شيء زين يعني حياة يعني بركان بركان إن شاء الله أخذكم دحوم مش بلاك بالله عطنا عطنا دحومات مسوي خفيف مسوي خفيف مش مقدر تمام خطوتك في الديكور بالله عطني وجه عطني وجه ايش فيك صجه وراي قسم بالله صجه نجي الخشب فاصل فاصل خلنا نتفاهم انا وياه حياكم الله معنا بعد الفاصل في حلقة جديدة ومعنا اليوم الفنان النجم ملك المسرح وملك الكوميديا والدكتور زين الأستاذ طارق العلي يا زين هذه خلاص نختم نورنا والله يا حبيبي أنا سعيد جدا أني أكون بينكم وبهالقناة الكريمة وهالبرنامج الجميل اللي أيضا في روح حلوة يا حبيبي وروحك الجميلة والفرقة أيضا الجميلة شباب الحلوين وانت بعد مسوي يعني توليفه حلوه تشكيله اي ابيضاني اسمر يعني لاعب بالورقه لعب ها نقوى اي لا بس ما شاء الله طيبين طيبين طيب ايضا ستاف الجميل من مخرج ومعدين ومصوري كلهم على عينه وراسنا الله يطول عمرك ابي اسالك سؤال هذه الالقاب كلها وش تحب الاقرب الى قلبك منها كلهم وانا والله نفس اللي حط له نياشين ايه شوف ساعات تكون عسكري حتى مو شرط رتبه يعني ضابط حتى يكون فرد. اي فرد لكن هذه نياشين على صدري اعتز فيها لان هذا الجمهور هو اللي اعطاني هالالقاب وانا هي مسؤوليه كبيره
واحنا نجتهد ان نقدم شيء حلو، والالقاب هذا عند الجمهور، فكلهم حبيبين على قلبي، يعني ما حد اطلق شغله علي الا انه حابني ويحب يعني يسمعها او يقولها لي انا. طيب في لقب كذا يعني صار عليه مشاكل؟ لا لا الدكتور قالوا شهادة مضروبة. الحكي وايد، الحكي وايد. شوف يعني اللي ياخذ شهادة مضروبة يبي منصب من الدولة، يبي يسوي فيها شيء. أنا لا والله خذيتها لي أنا، ومن جامعة عريقة، جامعة الإسكندرية، قسم الدراسات المسرحية، وأساتذتي الأفاضل أستاذة دكتورة صوفيا عباس وأستاذ دكتور هاني والحسن. أنت خرجت قبل لا تدرس يعني يكفيش مسرحياتك قدمها بحث وقفلنا الليلة. لا هو مو قضية، أنا اخترت موضوع حلو هو الخروج عن النص، لأن هذا علي دائما لغط، مو بس علي أنا، على الكثير من الأخوان، فحبيت أنه يكون موضوع بحثي، والحمد لله شيء يعني لما درسته وقدمت فيه البحث هو شيء علمي وصحيح. جميل. مو خطأ. وبعدين في ناس تفرق، ما تفرق بين الارتجال والخروج عن النص. أنا عندي نص، ولكن أنت اليوم فنان لما تضيف على النص، حتى التراجيديا لما تضيف عليها، أو عندك موضوع، أنتم مرة تكلمتوا مع سيلفي يعني أقرب شيء، موضوع حساس جدا وموضوع فيه يعني فعلا وجريء، وأضفت عليه سواء المشهد الدرامي ولا هذا الكوميدي، فهو الإضافة والخروج عن النص شيء حتى تعطي جمالية. صح، تعطي نعم. جو لحالها. ولا المسرحيات الكوميدية أيضا هذه الخروج لها يعطيها جو نكهة بس. أي كسر كسر لل. إيه لأن أنت اليوم الجمهور إذا بتقول لنفس النص نفسه، يعني احنا اخواننا كاهم فرقة ما شاء الله، اذا عندهم نوتة وعندهم مثلا الغنية لحنها، لكن يجيك ابو سامرة استلطن علينا وراح طبقة 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 جايب وطاخ ودي على على بريك زين. فهذا يعني هو هي نشوة الفنان باختصار. احنا بنشوف مقطع فيديو بسيط. ايه شوف المسرحية لك قديمة. شوف شو تهددني شو خايف من شيء؟ ولا خاف شيء، شيء أنا شيء سويته ما عندي مشكلة، بس لا إيش فيها؟ بيها تك إلزم شوي لو سمحت. شو؟ يعني بيها شيء؟ إيه بيها. لا إلزم إلزم. هنا المسرحية ذي نقطة تحول في حياتك. طبعا طبعا، يوم انت قاعد تشتغل مع كوكبة كبيرة من النجوم، الهرم الله يرحمه أبو عدنان عبد الحسين عبد الرضا، هذا الفنان الكبير، أستاذ أيضا الكبير خالد النفيسي، الفنانة الكبيرة حياة الفهد، فنانة كبيرة مريم الصالح، أيضا فنانين كبار عبد الإمام عبد الله أبو جسوم. هذا الجيل اللي كان يمثل بالخمسينات والستينات، أبو جسوم شيبتنا الطيب الله يحفظه بعد، وأسماء أخوي أحمد جوهر. فكانت هذه المسرحية لعب بين أجيال، يعني مو قضية بس لا، كان لعب بين أجيال، وهني على قولتهم أكون أو لا أكون. لأن أنت اليوم فرصة، يا يأكلونك يا لا مو يأكلوني، لا لا عيب علي أني أقول آكلهم، لأن هذا مو تأكلهم، يا تنطلق أنت. أيوة بدايتك تبان معهم. أيوة. ولا شكرا. أي أنا على فكرة هذا ما كان دوري، هذا دور الفنان صالح الباوي. أيه. فاعتذر، وأنا كان دوري دور خالد الله يمسيه بالخير، خالد جابر أحد الشباب اللي يشون شيء، وأنا قلت حق أحمد جوهر الله يمسيه بالخير على السريع أنه بعدنا عنده مسرحية وبعد التحرير ولا هذا، قالوا قلت له لو ندش ونطلع اسم مثلا والاسماء الكبيره اللي معه، ومسي عليها رقيه الكوت المخرجه ايضا مسي عليها، ففعلا صار سبحان الله. وانا كل يوم ادعي ولا شيء يقول صالح باري جاي، وانا عاد ويا ابو عدنان يعني صارت بيننا علاقه حميميه وطيبه. قلت له ابو عدنان انت شوفني ما عجبك خلني اقعد 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 خلنا نشتغل. صعد صعدنا، قلت له والله ما انزل لو تشيني جثه. جالس 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 والحمد لله. وبعدين تعلمت ايضا منه اعطاء الفرص. اليوم هالشباب اللي بالساحل بتكلم عن ذا الموضوع. ايه نعم. لا تحرق لي المحور لو سمحت.
لا سمحت. فخذيت فرصتي مع ابو عدنان. انا ذا مو شاي سالفه الحال هذه. والله والله عشان عشان لا تزعل علي نبغى نبغى بس هني مسح وجهي مساح طبعا. هي اكيد اي صنفره ببلاش يوم. الله يرحمه. نبغى نسمع اغنيه. يلا شنو عندكم شباب؟ شباب طارق العلي يحيي طارق الحربي. ايه جاهز انت حق جاهز. وين الكلمات جاهزه؟ اسمح لي عادي اتحرك. لا 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 ناخذ من هنا. يلا وين الكاميرا حقتي ذي؟ اقعد وياهم. لا 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 قوم 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 اقعد اقعد اقعد. لا انا بيها كذي. عالم سيري عالم سيري انا بسم الله الرحمن. عالم سيري عالم سيري لا بد ولا شيطان. أنا بسم الله الرحمن. عالم سيري عالم سيري لا بودي ولا شيطان. عالم سيري الرحمن عالم سيري. ألا يا مرحبا بهلش والقمر يرحل بش. عالم سيري عالم العالم العب. خلوا طيران خلوا طيران خلوا طيران نزلوا طيران عطوني إخاعات وكفها. وعلام سيري علم سيري خلها خلها معك يلا. علام سيري علم سيري أنا أسمع توحيد توحيدة توحيدة مستانس بهالجو الجميل. على عالم سيري عالم سيري انا بسم الله الرحمن. عالم سيري عالم اسمع غاع العب. وين وين صفقه عود؟ وين العود؟ اسمع العود. حاسبوا حاسبوا. يعطيك العافية. أنا ما أدري من ماهله ولا استخدمناه. خله خله. ما عليه ما عليه. السلام عليكم. طار رد قاعد يسجل طارنا. اسمع زعل زعل. روح اعتذر منه قول له أي واحد فيهم خاله قاعد. اللي خذيته. خزك خزه. سامحني ما شفتك بطل ليتات الله يهديك. لا 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 يا شو اسمك؟ عويتنا عويتنا عبد الرحمن. خالد روح 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 يرحم والديك. يلا يا حبيبي يلا بسرعه ورانا برنامج ثاني. يلا ادري بنروح بنروح. والله بيني وبينك معزومين عايشه.
الحين بسألك السؤال اللي قطعتك فيها الحين ندخل فيه. ادخل وانا ما. انت تخرج على يدك اجيال. في كل ثلاث مسرحيات تلقى جيل جديد مع طارق العلي. نعم. كل مسرحية ثلاث جيل راح وجيل جاء. نعم. واللي تخرجوا من عندك تخرجوا من عندك كلهم صاروا بطولة. نعم. واستقلوا. بعضهم صاروا منتجين بعد شباب. هذا بالعكس هي هذه عجلة. واليوم أنت كفرقة مسرحية يعني أنت لما تعمل عمل وتبرز هالشباب يجيهم عروض. يعني اليوم اقرب واحد خالد العجيرب الفنان خالد العجيرب معانا واشتغل ويانا وكذا عمل يا تعروض واشتغل سواء بالكويت ولا بالخليج صحيح. وهذا حق مشروع لهم يعني انت اليوم اي فنان يبرز تيله طلبات عروض بس انت تحس بالفخر وبعضهم اسف ينتج يشوف نفسه انه هو يستقطب جمهور نعم يعني انت تحس بالفخر لما تشوف تتذكرهم في اول مره وقفوا على خشبه المسرح معك ولا منتجين وممثلين لا وهذا اي لا فخر هذا استانس هم في ناس عبالهم اذا مثلا فنان راح من عندنا مثلا وقالوا لا والله راح ازعل لا ما ازعل لان انت اليوم تربي والحمد لله اللي يروح عندي حق اي فرقه اخرى ينعشها فهذا فخر لي لما يقول والله والطارق العلي هذا الفنان تخرج من طلع من مسرح طارق العلي اوه عندك اليوم طارق في الممثل الفلاني اللي كان يشتغل معاه اللي مع طارق العلي صحيح لما يلمع كان انا اسمي الداول يلمع ارتاح له واستانس له جميل طب بتكلم عن الترفيه الان عندنا عشان بعدها بقفل موضوع المسرح ندخل التلفزيون نعم الترفيه احنا شفت الثوره الترفيه اللي عندنا في السعوديه حاليا وين طرق على عنها وشيء نحييكم ونحيي القياده الحكيمه في المملكه العربيه السعوديه واليوم تمثلت في الاخ طبعا مع المستشار تركي آل الشيخ اللي هو ما شاء الله هو جوكر وين ما تحطه ما شاء الله يعني يعمل كان بالرياضة وعمل أيضا نقلات جميلة واليوم في هيئة الترفيه الحقيقة هو والإخوان اللي معاه يعني عملوا نقلة نوعية جميلة غيروا جو السعودية كامل هو شوف أنا عندي شغلة هم الجمهور السعودي احنا نقول والشعب السعودي شعب كأي شعب في العالم شعب مثقف عنده تذوق موسيقي فني قراءة كل مجال ما صحيح. شاء الله يعني مبدعين فيه فاليوم هذا الترفيه أيضا يمكن خلق أيضا جو أنا أعتقد الهدف منه اجتماعي صحيح. اليوم الأسرة السعودية كانت تنتقل من بلد إلى بلد لتحضر أمسية حفلة شيء يعني أي مسرح صح كانوا يسافرون شان حفلات يسافرون شان حضرون طارق العلي في الكويت فهم الجمهور يعني الجمهور السعودي أو الشعب السعودي الكريم عند القابلية أنه يستقبل مثل هذه الحفلات وهالأجواء الجميلة الترفيه وهذا أيضا يصير في تواصل اجتماعي بالأسرة اليوم كل أبي سافر يطالع مسرحية والله العائلة راحت صحيح. الآن يروحون كلهم نطلع فعالية واحدة في الرياض كذا الكبير والصغير اي أنا أهنيهم ونقول لهم طبعا هناك يعني أنت بيكون عندك مسرحية معهم إن شاء الله أكيد يعني الأخ طبعا أنا أشكره مع المستشار تركي آل الشيخ مناصر يعني من الناس اللي اهتم فيهم ويعني أذكر في افتتاح هيئة الترفيه في المؤتمر الترفيه سواء مرة قال نبي 30 مسرحية طارق هذه بلادنا يعني وحتى صحيح. في الأخير في تكريم صناع الترفيه جميل. أيضا التقينا فيه وأشكره أنه رجع ناصر القصبي للمسرح صحيح يعني هالرجعة الجميلة حق ناصر اليوم أيضا وجود أسماء كبيرة مثل ناصر وأيضا سدحان وكل نجوم فايز المالكي فايز المالكي كان فايز هو اللي شايل مسرح السعودية على ظهره شوف يعني. فايز ما قطع سنين اي ما قطع وحتى حبيب الحبيب أسعد الزهراني في أسماء ما قطعت يعني آسف اللي ما ذكرتهم لكن حلو اليوم اليوم الحمد لله الأمور كلها طيبة والترفيه هو بحدود طبعا العادات والتقاليد والأمور قوانين الدولة اللي قبلونها نعم يعني إن شاء الله عندك مسرحية إيه إن شاء الله احنا وقعنا وياهم عقد الأخوان كم والله شوف بقول لك أنا إن شاء الله هي مو قضية الكم ان الكيف انك توصل هني وتونسهم صحيح. كافي ان يدعونك هي مو قضية فلوس بس ترى الشغلة مهي بس فلوس وانت جماهيريتك حاش من هالسؤال وانت جماهيريتك يعني ما شاء الله طاغية في الخليج كله يسألون كم انا على فكرة بتتراجع كم خير من الله وهذا ما سوري يعني اليوم هذا
كرمونا واعطونا شيء طيب، فهذا منهم وكرمهم. ولكن انا افتتحت مسرحيتي هذه الاخيره عنتر الانفلتر في الرياض. صحيح نعم، اول عيد افتتح برا الكويت ما شاء الله. نعم. قبل عرضت فبها وعرضت في إيه إيه جولات إيه لا جولات وان شاء الله بيشوفون شيء طيب. احنا الاخ يعقوب ايضا يعني من المتواصلين معي في الترفيه على اتصال دائم، بس قاعد يرتبون شهر 12 ان شاء الله شهر 12 جميل. ميلادي انه راح يرتبون، بس الـ يعني وقعنا معهم الاخوان جميل يعني ان شاء الله، بس ترتيب الوقت المسرحي يعني شيء حلو ان نقول للناس ان شاء الله شهر 12 راح يكون عندك مسرحيه نستانس معاهم في الترفيه. نعم، واسماء كبيره معانا، جمال ردهان، ريس كامر، احمد فري، هند بلوشي، وشباب جدد معانا اليوم، مشاري مجيبي، شملان، اسماء حلوه شبابي. حلو حلو جميل جميل، طمنت انا يعني. انا والله مطمن ان بكون بينكم يعني حبيبي، احنا كسبناك تذاكركم ترى يا شباب كلها ناس تم تم والله تعالوا تم خلاص شفتوا عشان لا تشغلوني والله تشغلوني تعالوا استاذ يلا خلاص هو اسمه ترفيه تعالوا استاذ صحيح. طيب نبي نطلع نبي نطلع مبرط تعالوا تعالوا لا على فكره هي هيئه الترفيه الاخوان ماسكينهم الامور هذه الجماهير صرفكم ما صرفهم وانا ندخل معك من الكواليس في الباص حق روتانا كل العيال يا رجال اعتقد ان احنا اجلنا لا لا هدمنا السور تعالوا دشوا سانس الله يحفظك. طيب نطلع من المسرح والله افضل 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 انك تغير الموضوع نبي نشوف فيديو شو يا دجاجه اكلك اكلك لو يجي اديك حقك هذا الخقق والله ابن امه ما يفكك مني امسكه من على جبهته واضربه فركب ذي والله خلي يبكي اديك صبوا يا خقق انتي هذه اي لهجه والله المفروض انها سعودية سلطان الفري الفنان سلطان الفري الله يمسيه بالخير هو اللي عندهم اللي اعتقد الدرباويه او شيء يعني هذه طبعا هي مش اللهجه الاساس لكن الروح مالتها واذكر كان وقت عندنا حبيب الحبيب جاكم ضيف اي كان شارك معنا بالفلته فهذه القريبه يعني من اللهجه طبعا المملكه العربيه السعوديه ما شاء الله طح. فيها لهجات كثيره نحترمها ونقدرها طيب بس الكبو زينه كانت طيب الفلت انت سويته كم موسم ووقفته نعم عملت انا قلت لهم خلاص ثلاثه حلو يعني لا يزيد لان هذا جو تراثي ومحدود حلو والحمد انا سعيد ليش الفلت طلع اثنين من شبابنا اعتقد او ثلاثه نوره ومبارك وسلطان الفري خذوهم واي فاي واي فاي نعم هذا اسعدني طيب تشوف تجربتك ناجحه كتلفزيون او مسرح شوف المسرح غير مسرح حياه التلفزيون انتشار مع ان الحين هذا قبل اول انتشار الحين هذا موجود انت قاعد تاكل فسفس طلع اللي تبغى لا ترد على احد والاشاره مولعه اصبر يا اخوي خلنا نسمع الفيه اصبر فالحين بوجود التكنولوجيا ولا هذا يعني سهل امور كثيره صار ما يفرق مسرح لكن انا عندي المسرح حياه ثانيه وعندي اعمال تلفزيونيه قاعد نحضر لها عمل مثل جحا شيء جو غريب اسمه وعندي احتمال ان شاء الله برنامج نفس جو برنامجك كذي ان شاء الله يعني طارق طويل طارق قصير لا يا خلنا عنا لا 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 هذا ما له شغل ما اقدر انافسك انت لا والله استاذ حبيبي لا والله استاذنا انت حبيبي ابوريك صوره بالمناسبه ذي يلا راونا الله يسر الله لا عيد الصوره عيد الصوره اي هذا ابو ساره ما نقدر بينكم شبه غريب شبه على فكره انا قلدته في منوعات ويا الفنان داود حسين الله يمسيه بالخير وكان يعني ثاني بس هم قالوا لي نبي زياده تدري التقليد تسوي شوي اوفره اي لازم تعطيك انا عبادي من الناس اللي قلت لهم لا انا عبادي احبه اقلده شكل لكن ما اوفر عليه لان ما اقدر
اني اطلع بصوره يعني صوره مهزوزه. ايوه فعلا لعبنا كذي بالعود. هذه انا اقول شنو قصتها. هذه بتوى في تكريم دعوه الكريمه من معالي المستشار تركي على الشيخ هيئه الترفيه، وسووا الاحتفاليه تكريم صناع، وهذه بادره طيبه الحقيقه. اي جميله. ف كانوا جاي الله يذكره بالخير الصحفي نايف العلي وشباب. قلنا وين استاذ عبادي؟ هي خلنا نسلم عليه، ما دام سلمنا على الاخوان ماجد المهندس هذا الذوق، نعم راشد رابح، رابح يجرجف يا حلو كلهم والله والله صقر يا حلوهم فنانين يكونوا اخواننا وربعنا، الاستاذ عبد الرب ادريس وهالاسماء الكريمه كلها. ولا هو قاعد يتعشى، طبعا تعشى، انا كنت كاشخ في صوره كاشخ ومع اخوان ايضا من الترفيه الاخ محارب اعتقد او عبد الله زين، وصوروا معه. خلصنا قلت انا ابي الحالي انا معك. زين وقف، طلع انا كاشخ على شنو واشيل وقط شماق وهذا وقف شي. قلت ترى بتصير، ترى بتصير لوي على صورتنا ما يهمك. انا ما حقيت انه بتصير كذي، سوينا نفس الايفون واحد بلس واحد شنو. من الناس اللي علقوا على صورتنا ستيف هارفي. ستيف هارفي هذا الامريكي، لانه قالوا له ان انت تشابه طارق العلي فيكم شبه وكذي، فسويت له في اثنين سوينا فيديوهات حق بعض. فقلت له لا بعد في واحد ثالث، في واحد ثالث معنا في الصف عبادي. نعم. طيب ايش رايك في الدراما الكويتيه الفتره الاخيره انه صارت كلها نفس بعض؟ يعني الاعمال الكويتيه صارت القصص تتكرر، حتى الخليجي، حتى الدراما كلها عموما. شوف هو ترى الان الدراما يحددها القنوات، ما عاد يحددها المؤلف ايضا، هذه يعني منتجين تجي قناتنا بكذا كذا كذا، عرفت؟ ايضا المواضيع اليوم، احنا خلينا نكون واقعيين اليوم، ايضا الرقابه لها دور، يعني مو اي موضوع يطرح ودك تغير ودك، يعني الحين مثلا تشوف التركي على الاخوان المصريين، على الاخوان السوريين، على الدراما العربيه اللي معك ودك انت، لكن في حاجز الرقابه، لا تطلعون، لا خلونا كذا، خلونا كذا. طيب احنا لا متى زواج طلاق ورث شركه شل يعني ايضا انت اليوم لابد انك، ليش ما تطلع وزاره؟ خل تطلع وزاره، واليوم النهايه الفاسد يجرم. اي خلاص فاسد، والقانون يعني دائما القانون ياخذ مجراه. اليوم كثير، حتى احنا عندنا نتكلم عن الكويت، كثير من الفاسدين حولوا الى المحاكمات، والقضاء العادل عندنا في الكويت اعطى احكامه، كل واحد ياخذ حقه. انتم اليوم كدوله ايضا اي فاسد يحال وايضا ياخذ جزاء، كم ياخذ جزاء؟ صحيح. طيب فاحنا ليش ما نتكلم؟ خلونا نتكلم. ساعات تصير اخطاء تصرفات، يعني انا حتى احنا ساعات الحين بعض المهن قاموا يتحسسون. طيب انا الحين مثلا نقول اقرب اكثر شيء طبيب، خلي يخطا الطبيب نعرف ليه، وممكن نطلع السبب اللي اخطا فيه وليه ونجيب القصه كامله. يقول لك ما نبغى. اي طيب في ايضا مواضيع كثيره احنا ودنا لها، يعني قصدك المشكله هي الرقابه. اي لان وبعدين هم بعد توجه الدوله، اليوم في كل دوله لها توجه، صحيح، واحنا نحترم هالتوجه، احنا من ضمن هالدوله. صحيح. طيب سؤال اخير. زين ها جوابي؟ جوابك زين. زين يا شباب. جوابك زين. جاز لي. طويل بس كويس. يلا كويس. تعاد قصقص. خليك رقابة. أنا الرقابة أنا. طوط طوط طوط. لا ما عاد فيها طوط. شكاك شكاك. ما في. صير شاورما الحجي. أنا وإن شفت حبيبي ولا لا لا دعية. أطلع اللقاء أقول ما قلت هذا أنا. نعم. من ترى خليفة طارق العلي مستقبلا في الفن؟ يعني يوم من الأيام تقول هذا يذكرني فيني. والله شوف هي ما عاد فيها في خليفة فلان يذكرك فيك. اي يعني اليوم في كثير من المجتهدين، حتى احنا يوم جيت فترة قالوا انتم مثلا خليفة فلان، لا. انا كلمة خليفة فلان غير، كل واحد يتميز. في شباب الحقيقة يعني مثلا خالد مظفر من هالشباب الحلوين، شارم جيبل، يعني اللي احس بهم شملان جيبل، مجموعه الشباب عندنا يعني اللي اشتغلوا معي. تكلم العجيرب انت ان شاء الله. لا عجيرب، شوف خالد عجيرب الحقيقه فنان، ومو عشان يعني عشان قاعد، لا لا خالد فنان مكافح. لا والله فنان مميز.
فنان حلو، فنان طيب يا فنان يا اخي ما في والله انا مشتي لك تعالي بالبرنامج هذا محببني فيه هاللوية هذه. لا والله ونعم فنان يعني صنع نفسه وفنان يعني حلو يعني جوكر في المسرح. ليه؟ يعني انا ساعات اني اعصب اقول لا خالد بس له جو الحلو، له جمهور، له جو عيله وجمهوره محبينه، له جمهور خالد العجيرب. فهذا خالد العجيرب حاله ثانيه يعني ما احطه ويا الشباب يعني اظلمه احطه وياهم او اظلمهم احطهم مو مع الشباب شايب هو شو مع الشباب لا ولا مع شايب لا خالد حاله ثانيه بيس فهد اعطاك نورتنا يعني بالعكس في اسماء كبيره يعني بالكويت ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. امين نتمنى لك انت التوفيق بعد حبيبي. حبيبي نورتنا وشرفتنا حبيبي. ترى هم ودي سلطان بس سلطان مزاجي انا قاعد اغيب ياخذ مكاني الله يخلي لك ان شاء الله نورتنا وشرفتنا سامحونا وسعدنا فيك حبيبي حبيبي. وانا احس اني قطعتك انت كل شويه تناظر في المايك. لا والله اي مايك فيهم هذا لا تقطع هذا هذا بيصفق ويغني من ترى اول واحد يدافع عنه معنا هذا الاسمر هذا يلا الا يا طير يا نخضر وين نلقاك الليل الا يا طير يا نخضر وين نلقاك الليل انا ما بقدر ادري وتنسى وعدك الليل انا ما بقدر تنسى وعدك الليل العب وين نلقاك الليل واحد طويل ما شاء الله واحد قصير الله يا